يوسف بلايلي لا ينقص أحد من قيمته الفنية، لاعب موهوب ويملك قيمة فنية لا بأس بها، بإمكانه مساعدة أي فريق إذا ما انضبط وسار خلف مشروع فني واضح المعالم. إذا ما توفر المشروع الفني وتوفرت الكاريزما والشخصية اللائقة عند من يقود هذا المشروع هذا، فأنا أعتقد أنه سيكون إضافة. لكن في الظروف التي أعرف جيدا أنا المدرية في هذه الظروف هذه، فأنا أعتقد ستنعكس بالسلب عليهم، في وسيرون الويل في دوريهم هذا الموسم.